fiction that all about was Houston. Mm-hmm. Or if she tiny got a match, she did. Because the tradition is short of a Muslim, she's dead, yeah. But he missed the Messiah, he didn't put it in the middle. But not all that fiction, I didn't want to. Was the other house transducing to an eye from two shakes in the hotel, or she rushed my other life transducing to pop. But what I looked at it transducer ever once, وراح قال له ايه بقى المميزات بتاعته وايه اللي خلى الترانسديوسر كويس وايه اللي خليه وحش وبقى كسب ما كملش. بصوا يا جماعه الترانسديوسرز اللي عليكم اهي هنشرحها في السكشن النهارده ان شاء الله. ماشي يا جماعه؟ هنقدر كده هنشرحها هتلاقوا حاجات كتير قوي منها 92 ما شرحهاش من فضلك. ماشي يا جماعه؟ هو معتمد على اللي هيتشرح منها في السكشن بس. بصوا تعالوا نتكلم بس على حاجه يا شباب. الترانسديوسر ده هو سنسور يا باشمهندس. هو زي السنسور بالظبط. بس في فرق صغير كده يا جماعه بين الترانسديوسر والسنسور العادي. السنسور يا باشمهندس بيحول اي فيزيكال كوانتيتي لاي فيزيكال كوانتيتي تانية. اقول لكم زي ايه كده؟ بص يا جماعه انت لو في عندك مثلا في عربيه الحساب بتاع البنزين، انا بتاع البنزين ده بيشوف بنزين ازاي يا باشمهندسين؟ ده في عندك بالونه كده جوه التانك ولما التانك يكمل بالونه تترفع لفوق. بص احنا غيرنا يا جماعه حولنا الليفل بتاع السنسور ده لبوزيشن برضه لديستنس يا شباب. بص كده اسمه سنسور يا باشمهندس. الترانسديوسر ده بياخد اي فيزيكال كوانتيتي يا شباب ويروح يحولها للالكتريكال كوانتيتي. حاجه كهرباء يعني يا باشمهندس. اللي هي يعني يا اما ريزيستنس يا اما فولت يا اما تيار. ماشي يا شباب؟ واحنا في اغلب الحاجات اللي عندنا بنحاول نخليها تطلع فولت يا باشمهندس. عشان هاخد الفولت ده بعد كده واروح ادخله بقى على الدايره بتاعت الديجيتال اللي هو الدكتور سعيد شرحها في اخر محاضره ليه يا جماعه واعمل بيها كنترول على البروسيس بتاعته. عرفتنا يا شباب ان احنا اول نوع من انواع الترانسديوسرز قاعدين ندرسها هو البوزيشن ترانسديوسر. في انواع كتير جدا يا جماعه انتوا دورتوا على النت كده بس انتوا عندكم شيء نوع واحد بس منهم حاجه اسمها الديفيوجن. بصوا انا عارف يا جماعه انتوا شفتوا الديفيوجن كتير قوي. حد فيكم فكر يعرف هو الموضوع عباره عن ايه يا شباب؟ يعني ايه بقى فاريبل ديستنس؟ شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل ازاي؟ لا ما احنا بنعملها في الالكترونيك. بصوا يا شباب الجيومتر ده او الاتجاه يا باشمهندسين ده عباره عن ايه؟ بصوا يا جماعه احنا في عندنا سلك من كونداكتور ماتيريال كبر او المنيوم ملفوف يعني هو ده الريزستنس التوتال بتاعتنا وليها طرفين يا شباب اسمهم A و B. لو انتوا شفتوا البوتيشن بتاع الجيومتر الصغير ده يا باشمهندسين دول الطرفين اللي بره. الطرف اللي في النص بقى يا جماعه بيبقى واصل على بار او كونداكتور بار كده على حته كونداكتور يا باشمهندس والكونداكتور بيجي عليها سلايدر. بيوصل الكونداكتور بار ده بنقطه واحده من النقط بتاعت المقاومه دي يا باشمهندس. فيبقى هو ده البرانش المتحرك بتاعي اللي هو اسمه سي. بصوا الفرق ما بين دي وبين البوتنشيومتر اللي انتوا بتشتروه ان دي لينير موشن يا باشمهندسين. انتوا اللي بتشوفوا بقى بيبقى روتيشنال موشن هو بس بيبقى نفس الكلام ده بس ملفوف يا باشمهندسين على نفسه كده يعني السلك بتاعي ملفوف كده. المايه ده يا جماعه في النص بقى بالسلكتور اللي انت بتقعد تحركه ده. ماشي يا شباب؟ الفكره بقى يا جماعه ان انا عندي كينتو ريزيستنس دي يا باشمهندس كينتو ريزيستنس الحته دي اللي اسمها ار 2 يعني بتتناسب مع الديستنس اللي اتحركها الوايبر ده بعيد عن النقطه 2 يا باشمهندس بتتناسب مع اللينس ده مع المسافه دي يا شباب. فانا عندي بقى كده يا جماعه طالما ريزيستنس بتتناسب مع الديستنس يبقى انا كده عرفت اقيس الديستنس. انا جبت يا باشمهندس الكتريكال كوانتيتي بتتناسب مع الفيزيكال اللي انا عايز اقيسها. بس الفكره زي ما قلت لكم احنا عايزين نقيس مش ريزيستنس انا عايز اقيس فولت يا باشمهندسين. فانا باخد البوتنشيومتر ده واروح احطه ازاي على صدمات بس كده احط يا باشمهندسين ما بين الاي والبي احطه ما بين اي وبي يا باشمهندس صدمات البطاريه فساعتها يا شباب الفولت اللي اسمه في اوتبوت ده انا خدته ما بين السي والبي اعرف احسبه بالفولتج ديفايدر اللي هو بيساوي في توتال في ار 2 على ار 1 بلس ار 2. بصوا يا شباب في توتال ده رقم ثابت فولت البطاريه يا باشمهندس ما بيتغيرش وار 1 وار 2 رقم ثابت برضه يا باشمهندس. بصوا ار 1 بتتغير
تتغير، وار الاثنين بتتغير يا باشمهندس، بس مجموع الاثنين ثابت، مجموع الاثنين يا باشمهندس هو توتال ريزيستنس في، فيتفضل معاك في الاخر ان الفي اوتبوت بيتناسب مع ار الاثنين بس، يعني الفي اوتبوت يا باشمهندس بيتناسب مع الديستنس. ماشي يا شباب؟ بصوا احنا كده قسنا يا جماعه الديستنس، احنا كده الديستنس بتاعتك بيتناسب مع الفي اوتبوت، تعرف تاخد بقى انت الفولت الاوتبوت ده وتدخله على كنترول سيركت وتحكم بقى في الحاجه اللي بتتحرك زي ما انت عايز. لان الرسمه يا باشمهندس ده حاجه اسمها الوان دايركشن. دي حاجه اسمها الوان دايركشن بوتنشيومتر يا باشمهندس. هي يا جماعه اسمها الوان دايركشن لان هو بيقيس الديستنس بين النقطه بي والسلايدر بتاعي يتحرك لفوق بس، ما ينفعش يتحرك لتحت يا شباب. امال لو انا عايز اتحرك في الناحيتين يا باشمهندس، بصوا هنعمل حاجه ثانيه كده اسمها تو دايركشن بوتنشيومتر. بصوا انا عايزك تبص على الرسمه دي يا باشمهندس، ان انت البي اوت بتاعك هو نقطه سي والريفرنس بتاعك هو نقطه اسمها بي. صح كده؟ احنا عشان نعمل تو دايركشن ده يا باشمهندس بنقلل الريفرنس بتاعنا. بدل ما الريفرنس النقطه دي يا باشمهندس بعمل ريفرنس ثاني. اول ثلاث مسائل
ريبليسمنت ترانسديوسر شفت ستروك فاير انش تاني يا باشمهندس الستروك بتاعك فاحنا قاسمين الجسم على الشونس بتاعته اللي هي تو دايركشن فانت بتعادل بقى الستروك بتاعك 1 انش ده اللي هو المسافه من النص يا باشمهندس لحد فوق يعني الجزيسة دي كده ضلها يا باشمهندس 2 انش 1 انش فوق 1 انش تحت كمان وقال يا شباب كمان ان في توتال او الابلايد فولتج بيساوي 10 فولت وعايز احسب الديسبليسمنت انديكيتد هو اتش اوف ذا فولتج ريدنجز قال لي يا باشمهندس احسب لي احسب الديستنس لما في اوت بتساوي 3 وفي اوت بتساوي 5 نعمل ايه يا شباب؟ انهي قانون؟ بص على القانون ده يا باشمهندس او القانون ده عشان تحل بيه لازم اكون مديك شويه ريزيستنس اللي موجوده وانا مديك ريزيستنس هنا يا باشمهندس فانت هتحل القانون بتاع الدايركت بروبورشنال بتاع ده يا شباب عشان عارف ان الفي اوت بتاعي بيتكسب مع الديستنس يا باشمهندس مش الفي اوت بيتكسب مع الديستنس يا ابني انت اهو طيب طالما بيتكسب مع الديستنس يا باشمهندس اكتر فولت يوصل له البوتنشال ده بيساوي كام؟ في توتال على 2 فبيوصل امتى يا باشمهندس؟ عند الاستروك عند ولا ستروك يا باشمهندس عند الاستروك كلها يبقى الفولت بتاعك في توتال على 2 يبقى عند 3 فولت يا باشمهندس الديستنس بتاعك بتساوي كام؟ اعملوا بقى كروس مالتيبيكيشن يا شباب جابوا الاثنين دول في بعض هتلاقوا بقى ان الديستنس دي بتساوي 3 على 5 انش دي توتال ب 10 والوان ستروك دي اللي هي ب 1 انش لا وان ستروك دي كلها في حاله الوان دايركشن بص الستروك دي عامل ايه يعني انت اقصر المسافه تقدر تتحركها قد ايه انت عندك لما يكون سنتر دايركشن السلايدر ده ممكن يتحرك من اول بي لحد الايه مش كده السلوك بتاعتي هي الريزيستنس كلها لكن انت عندك هنا في تو دايركشنز السلايدر بتاعك يتحرك من النص لحد ايه او من النص لحد بي عشان كده السلوك بتاعتك من النص لاي او من النص لبي انت عندك ثانيه يعني انت هيبقى بقى معاك انت ار 2 على الار جوده صح كده؟ على ال توتال، ال توتال بتاعك بقى بيساوي كام؟ واحد لا ال توتال بتاعك بيساوي 2 ال توتال بتاعك اللي هي ار 1 ار 2 اللي هي الاثنين ستروكس مش ستروك واحده بس عشان كده تبقى بس ما تحلهاش كده بصوا يا جماعه عند الخمسه بقى مفيش مشكله هي هي زي الثلاثه انا هبص دي 3 ماينس ايه؟ لا انا قلت لك بس ماشي لو طلعت معاك بص 3 فوق لو طلعت معاك بص 3 فوق يا باشمهندس يعني انت اتحركت 3 على 5 انش لفوق ولو نيجاتيف يبقى انت 3 على 5 انش لتحت انا قايل لك بتبص يبقى انا عايز اللي فوق بس مش عايز اللي تحت 5 1 5 نفس الكلام يا شباب بي توتال على 2 دي هي وقت سلوك يبقى عند 5 فوق خمسة هي هي يا جماعة بصوا مسألة اتنين زي دي بالظبط يا شباب بس مسألة اتنين بقى على سين على على وان دايركشن مش على تو دايركشن برضه يا باشمهندس في مسألة اتنين قلت لك في عندك ريزيستيف ديسبليسمنت ترانسديوسر وذا شافت ستروك في 1 انش الستروك بتاعك 1 انش وقلت لك احسب لك الرسمة بتاعت الوان دايركشن ده وقلت لك احسب لي قيمة الاوتبوت فولتج يا باشمهندس لو كان في توتال ب 10 واحسب الاول فوق الاول فولتج عند 2 و4 و6 ايه هي اللي فاتت يا باشمهندس؟ عند 2 فولت بروبلم 2 نفس الخطوات اللي عملتها هنا يا باشمهندس بس على وان دايركشن عند بروبلم 2 يا باشمهندس لما دي بتساوي 2 هتطلع لك ديستنس 2 على 10
看什么 Dutch one？ 我 even 从 direction 不 direction 全部。One direction 不 direction， 但是概念。 What's one direction？ 你看你的slider，你看它在哪里？ لكن two direction ده ممكن يطلع لفوق وممكن ينزل لتحت. انا ده ما كانش ينفع ينزل لتحت لان انا اخري هو النقطه اللي اسمها بي، ينفع انزل تحتها؟ انا لما نقلت الريفرنس للنص هنا بقى ينفع انزل تحت منه وينفع اطلع فوق. اخر مساله لو مش ناقصين على الكمبيوتر اللي هو البوزيشن يعني في فيها one direction في الشريطه والثاني الاستروك بتاعه او الماكسيمم ستروك بتاعه 2 انش، وقال ان البي توتال 4 فولت، وقال ان ار 1 بلس ار 2 400 اوم، وقال لي كمان يا باشمهندس ان الوايبر بتاعي المسافه ما بينه وبين النقطه اللي اسمها بي 1.5 انش، اداني الديستنس يا باشمهندسين. طلب مني اول حاجه احسب ار 2، نعمل ايه يا جماعه؟ عليك قانون ولا قانون ولا حاجه يا شباب، ما انت عارف برضه ان الريزستنس اتناسب مع الديستنس. صح كده؟ يعني يا باشمهندسين ار توتال، ار توتال يا باشمهندس اللي هي ار 1 زائد ار 2 دي هي بتاعت 1 ستروك، يبقى ار 2 يا باشمهندس اللي هي بتاعت 1.5 انش دي بتساوي كام؟ تعمل كروس مالتيبيكيشن يا باشمهندس، يبقى ار 2 1.5 في 400 على 2 هتطلع 300 فولت. بصوا المطلوب يا اخي عايز دي قوي يا باشمهندس تعمل ايه بقى؟ بصوا يا اما تحلوا يا باشمهندسين زي ما كنت حل المساله اللي فاتت بالظبط، انا عارف يا جماعه ان دي اوت او دي توتال ده بيحصل على 1 ستروك، يبقى دي اوت بيساوي كام؟ عند 1.5 انش، تعملوا كروس مالتيبيكيشن هنا او روح اقعد في القانون ده يا باشمهندس قول دي اوت بتساوي دي توتال وصل معايا في كده الحالات هيطلع معايا في اول ده بيطلع 3 فولت في الاخر اللي هو يعني 4 300 على 400. بصوا يا شباب ال بوزيشن تو سيديوسر ده هي اول ثلاث مسائل في الشيت، واول ثلاث مسائل لو انت حاسس ان هم سهلين يا باشمهندس ما تضايقش ولا حاجه، هي مسائل تو سيديوسر كده اللي هو الدكتور لما جه في الامتحان انت بتقعد مباشر وانت مش مطالب بحاجه غير الحاجات اللي بتشارك في الشيت، ولو الدكتور سعيد جاب لك حاجه في الامتحان مش موجوده في الشيت لازم يشرح لك في الورقه، يشرح لك الترانسديوسر ده بيشتغل ازاي اصلا. ماشي يا جماعه؟ هو ما عملهاش قبل كده. هو عمره ما عملها قبل كده يا شباب. ماشي يا جماعه؟ اي حاجه علينا يا شباب بس يا Thank you.
الكلاب بيسكت. بيقول لك الانكريس اللي حصل في ريزيستنس للانكريس اللي حصل في اللينس. وانت بقى المفروض عارفين ان الدلتا ال على ال دي اسمها هو ده الاستريم. وانا عايز احسب الاستريس يا باشمهندس. لسه الدنيا سيبها اصلا. وانا عايز احسب الاستريس. انت عايز تحسب الاستريس يا باشمهندس؟ ما انت حافظ بقى الناس بتوع الماتيريال انجينيرنج قالوا لي ان الاستريس والاسترين لاي ماتيريال في الدنيا بيربطهم مع بعض رقم ثابت. اسمه يانج مودلز. بص يا شباب بص يا ابني يا ابني ازاي بيقول لك ان الاستريس بيتناسب مع الاسترين صح كده؟ ويا باشمهندسين الجيمس فاكتور ده بيقول لك ان الدلتا ار على ار بتتناسب مع الاسترين برضه فيبقى في الاخر يا باشمهندسين الدلتا ار على ار دي دايركتلي بروبورشنال مع الاسترس فانا عرفت اقيس الاسترس كده انا لو قيست الدلتا ار على ار يا باشمهندس انا كده جبت الاسترس بصوا احنا عشان نقيس الدلتا ار على ار دي عشان دي ريزيستنس صغيره جدا نروح نقيسها بس ده البريدج يا باشمهندسين احنا درسنا بريدجات عرفت ان البريدج دي اصلا الميزه اللي فيها ان هي بتقيس الريزيستنس الفاريشن صغير في الريزيستنس فانا باخد البريدج باخد البريدج ده واروح اركبه البريدج يا باشمهندس بصوا يا جماعه
اي ماتيريال في الدنيا لما بتروح تشدها انت بتقضي ميكانيكال فورس عليها صح كده؟ هتروح فين يا باشمهندس؟ هتروح فين الفورس دي؟ مش الماتيريال دي بتتضرب يا باشمهندسين او بتتشد تتحرك يعني؟ لازم يا باشمهندسين يبقى في عندي ورك، في ورك يا باشمهندس هيروح فين؟ حراره يا باشمهندس، حراره يا باشمهندس. ده هيتثبت في السوق الجديد يا باشمهندسين، اي حته حديد هتسخن. جرب كده في البيت يا باشمهندس. هات حته حديد اقعد جيب شاكوش واقعد دق عليها. بعد شويه هتحط صباعك حط ايدك عليها تلاقيها سخنت. بص نفس الكلام ده بيحصل في الماتيريال دي يا باشمهندسين. الماتيريال دي بتسخن. بص لما تسخن يحصل ايه يا باشمهندسين بقى؟ لما تسخن السلك ده كمان هو يسخن. دي بقى بتعمل لي مشكله يا باشمهندس. لان انا عارف ان الرو دي الرو دي بتعتمد يا باشمهندس على التمبريتشر. فانا يا جماعه لما انا يا باشمهندس لما الحته دي تسخن الرو هتتغير. وانا كل القوانين اللي عاملها دي على اساس يا باشمهندسين ان ال والاريا بس اللي اتغيرت، ان الرو ثابته. يبقى انا كده حاجه غلط. عشان ابقى صح بقى يا باشمهندس انا كنت حاطط سترين جيج زيها بالظبط. بالظبط يا باشمهندس نفس الماتيريال ونفس كل حاجه. وعلى فكره بقى دي هتسخن زيها بالظبط. يعني الرو بتاعت الار دي هتتغير زي الرو بتاعت الار جي بالظبط يا باشمهندس. بصوا انتوا بتجيبوا معاك دي اوت بوت هيبقى في عندك ار جي على ار جي زي الار دي. انا مشكلتي يا باشمهندس كانت ان الرو بتتغير هنا وتتغير هنا يا باشمهندس. لكن ما كانتش تتغير في الار جي. لما احط بقى ار جي بنفس الماتيريال يا باشمهندس هتتغير هي كمان. يبقى الرو هنا كمان اتغيرت. نفس الجيش على فكره يا شباب. بتعرف تغير الجول هنا مع الجول هنا مع الجول فوق يا باشمهندس. يبقى انت عندك المعادله بتاعتك دي تمبريتشر في دي يا باشمهندس. دي ما فيهاش تمبريتشر ايرور. فما تحسش يا جماعه بفرق الحراره يعني. فعشان كده ار دي وظيفتها نسيت تمثيل التمبريتشر. بصوا يا شباب انت هتقول لي ما اي مقاومه في الدنيا يا باشمهندس قيمتها بتسيب الحراره يبقى اي مقاومه عايز اعملها كومبنسيشن. بصوا يا شباب الدلتا ار دي بتتغير بتغير صغير قوي. يعني يا باشمهندسين هنيجي نحل في المسائل هتلاقي ان الدلتا ار دي يا باشمهندس بتتغير مثلا 1% 2%. فانت مش عايز اي حاجه تانيه تتغير تاثر لك عليها. عايز التدريج بتاعك يبقى هو نتيجه تقل على الاريا بس. ماشي يا شباب. بصوا المسالتين اللي بتشتغل على السرير جيتش تحويل مباشر. اديني فيهم يا جماعه الجيتش فاكتور. Thank you.
زي المية. تخيل بيوصل الدرجة دي. بص يا شباب، مش هقدر اضايقكم في الكوندكتنج ليكم. مش انت يا باشمهندس كونتكتور لو في عندك سلك بيمشي في مجال مغناطيسي يبقى لك كهرباء؟ لا بص، هو مش سلك يا باشمهندس، هو اي كوندكتور هيقطع مجال مغناطيسي يا باشمهندس هيتولد عندي اي ام اف. عشان عندي المايه دي كوندكتور، فلما تتحرك يا باشمهندس بسرعه جوه الفيلد اللي انا حاطه ده يتولد عندي اي ام اف يا شباب. بصوا يا جماعه، حركه المايه يا شباب اتجاه المايه. المايه نازله تحت، المايه حاجه مش مفهومه يا شباب. وانا عندي مجال مغناطيسي عامل كده، ممكن تطبقوا الرايت هاند رول يا باشمهندسين وتلاقوا ان الاتجاه بتاع الاي ام اف بتاعي اتجاه راس كده يا شباب. فروح انا جاي فوق هنا يا باشمهندس مكتب كوندكتور تاني كوندكتور تالت، دخله في الانبوبه وقايس الفولت اللي عليه. بصوا دول يا شباب الاثنين كوندكتورز دول يعني داخلين جوه الانبوبه وبيمسوا الميه. بصوا يا جماعه بقى، لازم الانبوبه دي تكون اكسبيرت ماتيريال، هقول لك دلوقتي. بس يا باشمهندس انت هيتولد عندك اوت فولتج، والاوت فولتج ده تحافظ بقى هو كان بيساوي ايه يا باشمهندسين؟ بي في ال في، صح كده؟ اللينس يا جماعه بتاع الكونتاكتور اللي بيتحرك هو الدايركتور بتاع الانبوبه دي. يبقى انت عندك النيو تي ام اف اللي اتولدت بتساوي بي في الدايركتور في الفلوسيتي. باشمهندسين الاول فولتج كده بيتناسب مع الفلوسيتي على طول. يبقى انا كده عرفت ايه سرعه السائل اللي جوه. بصوا يا شباب، الدايره دي بالظبط كانك معاك بطاريه. لو معايا بطاريه يا باشمهندس وعايز اقيس الفولت بتاعها، اروح انا عامل ايه؟ اروح جايب الميتر ومصلي على طرفين البطاريه على طول. صح كده؟ فلو انا جبت يا باشمهندسين حته سلكه وحطيتها هنا، اقيس فولت بكام؟ زيرو يا باشمهندس. ده بالظبط اللي بيحصل لو الاسطوانه دي ما كانتش انفينيتي. لو الاسطوانه كانت موصل هي كمان يا باشمهندس، لو الانبوبه كانت موصل كمان، بص هي شكلها عامل كده يا شباب. انا عندي جوه الميه ومولداني فولت يا باشمهندس بوزيتيف ونيجاتيف. دي البطاريه بتاعتي. وانا عشان اقيسها رحت مركب الالكترودز هنا. حاطط هنا الكمبيوتر. انا كده يا جماعه اقيس الفولت ده. لو كانت الاسطوانه بتاعتي او الانبوبه بتاعتي يا باشمهندسين كوندكتور، السلك ده يا باشمهندس كده بيعمل شورت سيركت على البطاريه زي ده بالظبط. وخدت قوي كام بقى ساعتها؟ زيرو. عشان كده الاسطوانه لازم تكون انسيليتور ماتيريال. ماشي يا شباب؟ انت فاهم حاجه؟ ايه؟ تاني. يعني دي اسطوانه جواها ميه؟ جواها او جواها دي انبوبه يا باشمهندس، دي بايب يا باشمهندس، في وبلا ميه بتمشي. لازم بقى اللي جواها الليكويد اللي جواها ده يكون كوندكتنج ليكويد، والاسطوانه نفسها تكون انسوليتنج. بص يا باشمهندس، لما تكون ليكويد وانسوليتنج هيتولد عندي اي ام اف على الميه نفسها، وانا احط الفولتميتر على طرفين الميه انا كده قستهم. لو كانت الاسطوانه بقى هي كمان كوندكتور ما كانتش انسوليتور، كنت عملت شورت سيركت على الطرفين بتوع الميه. بص يا باشمهندس، مش انت لو كانت دي كانت كوندكتور، لو ده كوندكتور يا باشمهندس كده موصل البص في النجاح عامل شورت سيركت على الطرفين. هو كان ايه اللي هيحصل هنا يا شباب؟ البطاريه كانت هتمشي تيار يقعد يلف كده، صح؟ صح يا جماعه؟ لا، نفس الكلام هيحصل هنا، هيمشي عند التيار ويقعد يلف جوه هنا في الميه، وهقعد فيه قوي ويساوي فيه. ماشي يا شباب؟ بصوا مساله الشيت اللي هي رقم 6. بس يا ابني انت هو
capita ربع سنة قبل يا باشمهندسين السنة المقابلة ده الفيزا لو قال لي يا باشمهندس أنا في عندي تو ماتيريالز مختلفين عن بعض وأنتوا عارفين يا جماعة إن أي ماتيريال عدد الإلكترونات اللي في الأوربيتال الخارجي بتاعها مختلف عن التاني صح كده؟ أنت لما بتسخنها يا باشمهندس بتحرك الإلكترونات اللي في الأوربيتال الخارجي فأنا عندي يا باشمهندسين هحرك فوق الإلكترونات غير اللي تحت عدد الإلكترونات يا باشمهندس اللي بتتحرك على الماتيريال اللي تحت غير اللي بتتحرك على الماتيريال اللي فوق فأنت لما تسخن يا باشمهندس الجنكشن دي هيبقى في عندك الإلكترونات تحت زيادة مثلا وفوق قليلة فيتولد عندك فولت شكله عامل كده ماشي يا جماعة يتولد عندك فولت قبل ما ركبته على الماتيريال ده بصوا الفولت ده صغير جدا يا جماعة الفولت ده صغير قوي احنا بس عشان نعرف نقيسه تبقى الفكرة محسوسة انه حاملين جنكشن زي دي كمان بالظبط واحدة ثانية يا جماعة من نفس التو ماتيريالز دول مفيش تكاشف خلاص
انتوا عندكم الجزء بتاع الديجيتال عليكم فيه نظري بس الدكتور سعيد شرح من قبل. معلوش تاني؟ معلوش هو ما فيش نزل ولا نزل؟ لا معلوش. جماعة شوف الترانسديوسرز اللي معاكم ما تخلوش منه عشان ابعت لكم نسخة تانية. كان في غلطات. اتفضلوا يا شباب.